ايه رندا، انا نازل على الدوام، تاخرت كثير اليوم ونسيت احسب حساب عجقه المرور. حاكم شوارعنا صار مسحومه بسيارات زحم امر من شوارع القاهره وبيروت. وشلون نازل هيك؟ كيف يعني هيك؟ ما فهمت عليكي. يعني على القليل اسالني، بدك شيء؟ لازمك شيء؟ ناقصك شيء؟ طيب ولا يهمك، بدك شيء؟ ناقصك شيء؟ لازمك شيء؟ روحي. لا سلامتك. طيب طالما ما بدك شيء، ليش زعلتي لاني رايح بدون ما اسالك؟ طبعا بدي ازعل، لكن حلو تطبق الباب وراك وتمشي. والله لو عشت 100 سنه ما راح افهم طباع النسوان. والله هيك نحن بنحب الدلال، بزعجك هذا الشيء؟ اعوذ بالله، احب على قلبي. وهلا بدك شيء قبل ما امشي؟ لا، وانا على كل حال بدي اروح مع رفقاتي على البيك سنتر نتسوق شويه اغراض. يا ستي مو مشكله، بس وينك؟ ضبي ايدك شوي الله يرضى عليك وانت عم تتسوقيها. طمن، رح ضب ايدي. شو بتقصدي؟ شو بقصد يعني؟ يعني اعطيني واحدة من سياراتك الثلاثة لحتى ادبر حالي فيها. بس سياراتي الثلاثة مثل ما بتعرفي مو إلي، مو من مال أبي لحتى أعطيكي واحدة منه. بعرف إنه مو من مال أبوك، بس هدول السيارات مفروزين إلك ولخدمتك، وشي طبيعي إنك تعطيني واحدة منه. لا عيني ما حذرتي، شلون طبيعي يعني شلون؟ صحيح الدولة فرزت لي 3 سيارات لخدمتي، بس أنا ما بقدر استعملهم إلا للمصلحة العامة، يعني للشغل وبس، وماني مستعد أعطيكي سيارة لتروحي فيها على السوق. بس يا عرفان، كل مسؤولين البلد عم يعطوا نسوانهم سيارات. لا مو بس نسوانهم، عم يعطوا أولادهم وقرايبينهم وجيرانهم وأهل ضيعتهم كمان. بقى داقت عينك أنت تعطي سيارتك لمرتك؟ لا عيني ما داقت عيني، بس هالسيارات ما خلف لي اياها سيد الوالد. هالسيارات هي ملك عام، ملك الدولة وبالتالي ملك الشعب، وهدول أمانة برقبتي، وأنا ماني مستعد أبدا سيء استخدام الأمانة. بس كل المسؤولين يلي أنت فهميني بقى، أنا مالي مثل غيري يصطفلوا شو بدي فيهم. كل واحد بينام على الجنب يلي بريحه وبيتصرف حسب قناعاته الشخصية. وانت حسب قناعتك الشخصية بيغون عليك انه مرتك تتشنطط بالطرقات بلا سيارة، وانا مرت مدير عام اضرب واطرح. لا تتشنططي ولا شيء، ليش بها سيارتنا الخاصة؟ ليك والتاني شلون عم يحكي؟ يعني بدك ياني يصير مضحكة قدام رفقاتي؟ وليش لحتى تصيري مضحكة بقى؟ طبعا بدي يصير مضحكة، لانه السيارة قديمة كتير. واذا كانت قديمة؟ طالما هالسيارة ملكنا فانا بشوفها احلى سيارة بالوجود كله. مو اشتريتها بكد يميني وعرق جبيني؟ خلاص انا بعتبرها حبيبتي مثلك فرشتي. ايه انت فكر مثل ما بدك، بس مو واردة ابدا وحده مثلي جوزها مدير عام ومسؤول كبير تركب سياره قديمه ومهرهره موديل 1900 وخشبه. والله الله ما قالها. بس هالسياره موديل 1900 وخشبه مثل ما عم تتفضلي وتحكي، كان طاير عقلك فيها لما اشتريناها من 15 سنه. صحيح كان طاير عقلي فيها، بس كان فعل ماضي وناقص كمان. انه بس بدي افهم، في حدا بضل طاير عقله بشغله صار له عنده 15 سنه؟ ليش مو طاير عقلك فيني؟ هي صار لي عندي 15 سنه. دخيلك انت وتشبيهاتك. هلا لا تنفخي لي قلبي يا رندا، هذا الموجود وانا ما بيطلع بايدي يساوي شيء. بقى بدك تاخذي سيارتنا خديها، ما بدك انت حره روحي بتاكسي. لا يا سيدي ما راح اخذ تاكسي، راح اخذ السياره وامري لله. بس يا ترى فيها بنزين؟ لا ما فيها، ما بظن. لكن اعطيني كمبون بنزين لحتى اعبيها. ما بقدر والله يا رندا، ما بقدر حبيبتي اعذريني. وليش بقى ما بتقدر؟ ما بقدر لانه البنزين اللي عم تحكي عليه مو بنزين ابي. ابي الله يرحمه ما ورت لي كازيه لحتى اعطيك بونات منها على كيفي. قولي علينا على هالقصه بقى، شو عم اقول لك انا؟ عم اقول لك اعطيني كمبون من مخصصاتك. هالمخصصات هي لاني مدير عام بالدوله وللأمور يلي بتخص المصلحة العامة، مو للمشاوير الخاصة والروحات والجيات على الأسواق. لا حول ولا قوة إلا بالله، قسما بالله العظيم أصعب شغلة بهالدنيا إنه الوحدة تكون مرت مسؤول شريف وقابضها زيادة عن اللزوم. هذا هو العذاب الحقيقي بعينه. لا واللي مجنني ومطير النوم من عيني إنه كل شيء قدامنا مبحوث بحت ونحن كأنه إيدينا مكسورة. ليش فكرك أنا الشريف الوحيد بالبلد؟ يعني ضروري كل مدير عام لشركة أو مؤسسة يكون مرتشي وفاسد وعديم الذمة وخاين للمسؤولية وداير على حل شعره وما عنده قيم ولا بيعرف الانضباط وبينط فوق القانون وفجعان وريالته شاطة؟ الله وكيلك يا رندا، صارت كلمة المدير العام مشبوهة. لا وانت شايفة هالشي بعينك ولامستي بنفسك، ويا مسائلينك الناس، شو بيشتغل جوزك؟ بتقلي له مدير عام،
بيقوموا بيبتسموا على جنب وبيقولوا لك ايوه مدير عام تتهني يا ستي، ريت جوزي كان مثل جوزك، كنا قبرنا الفقر، نيالك شايفه ليله القدر ومالك حاسه. وما بيعرفوا انه هالمدير العام مثله مثل بقيه الناس، راتبه ما عم يكفي، عم يتدين باخر الشهر، حالته بالويل. قسما بالله يا رندا جارنا احسن مني. لك شو احسن مني؟ ما في مجال للمقارنه منوب. مين جارنا؟ ابو علاء. ابو علاء شنطة بياع الحلو، الله يتم عليه ويهنيه، بيطالع بشهره قد ما بقبض انا بسنه اذا مو اكثر. وهو شو؟ امي لا بيقرا ولا بيكتب، وانا شو؟ مثقف لا تقرفي، خايط برا وبحرا هيك قال. لا وبالتلفزيون وخاصة بالمسلسلات العربية والمصرية والسورية والخليجية والعفريتية، إذا بدهم ينقدوا وزير عربي ما بيتجرؤوا، بيقولوا هذا منصب سياسي، وكأنه هالوزير العربي مو موصف عند الدولة، ومنصبه هاد منصب تشريف وتكريم لشخصه، والزلمة معصوم، معصوم عن الغلط، ولازم صورته هيك تبقى بعيون الناس لامعة عم تقد قد، ولو خبص بإدارة وزارته فرفور ذنبه مغفور. بقى شو بيساوي بهالحالة يا حزريك؟ ما بعرف شو بيساوي. بيقولوا لحالهم يلا بدل ما يكون وزير منحطه مدير عام، وإذا بدهم ينتقدوا مسؤول كبير منصبه بيرعب ووزنه بيخوف ما بيسترجوه، بيقولوا يلا بنعمله مدير عام، أو يا ستي بيعملوه وزير تركي، أو بيرجعوا بالزمن 50 سنة لورا وبيلبسوا هالممثلين طرابيش، وكل فكرهم أنه هالشي باسبور مرور لأعمالهم. والرقابة يا حرام غشيمة ما بتعرف شو المقصود، والجمهور يا خطي غبي ما بيعرف التلميح. بس على مين بتمرق هالشغلات؟ ما بعرف على مين. على المسؤول المنتقد، هو الوحيد اللي بيظن حاله خارج اللعبة مع أنه هو المقصود. هلا هيك فكرك؟ طبعا. وياسر العظمه يا معامله بمسلسلاته. الله وكيلك، صرنا ملطشه للرايح والجايه يا رندا، وكلهم بيعلقوا اخطائهم على التعليقه تبعنا وبيمسحوا تقصيرهم فينا، صرنا ممسحه يا رندا. وهلا منين بدي اجيب بنزين انا؟ ولا يهمك، امسكي لقلي هي 1000 ليرة، عبي بنزين ب 200 ليرة وغيري زيت ب 75 لأنه صار عم تحرق زيت كتير، وتشبرقي بالباقي بالبيك سنتر أنت ورفقاتك. يلا روحي، بدك شي عن إذنك؟ ما بدي أغير لك بواجي وبلاتين بفرد مرة؟ لا لا معلش، تركي البواجي والبلاتين علي. لحظة، نسيت تعطيني مفتاح الكركمة. أنا كركمة؟ قصدي السيارة. بتلاقيه بدرج مكتبي، بس ديري بالك ها، بدك تنتعي الباب نتعة قوية حتى ينفتح معك. لك وردي انتعني إن شاء الله، ده أصلي نلتع أبواب أنا. يعطيك العافية. ايه سمر، جبتي لي الشحاطة اللي وصيتك عليها؟ ما لقيتي لون تفاحي؟ طيب شو اللون اللي جبتي؟ زهر؟ منيح ماشي الحال. ايه وقديش بدك تحسبيه علي؟ ولحبيبتك هيفاء؟ ماشي الحال الله يكرمك. ايه طبعا لازم قيسه. هلا بس انزل على الديوان بقيسه. ايه وبتفرج شو جايبه شغلات جديده كمان. ماشي سمر الله معك. صباح خير هيفاء. صباح النور استاذ. شلونك اليوم؟ الحمد لله تمام. شو كثير ما هين؟ اي والله. ايه مروان شو في عندك؟ قلت لي استاذ عندي علب قشطه، قشطة التاج، الله وكيلك مثل الفستو، بعدين 3/4 حليب سباع من اللي بيرجعوا الشباب. استاذ ليش كل هالقد شايفني مهرهر؟ لا العفو منك استاذ، انت شيخ الشباب. اصبح خلاص حساب حسابي بعشر علب. تكرم عينك استاذ، بكره الصبح بيكونوا عندك. الله يعطيك العافيه. بقديش العلبه؟ لا استاذ خلي علينا هالمره، ما بدي الا سلامتك. لا لا ما بصير، شو ترك علينا؟ اذا ما بتاخذ حقهم ما باخذهم. استاذ يعني مو مستاهل الشغله، مو محرزه. خلاص مروان ما حنك تعرف طبعي، يعني في بالعادي اخذ شيء منك بدون ما ادفع لك حقه؟ طيب استاذ مثل ما بدك. انا عم بيع العلبه ب 30 ليره بس الكم 25. يا سيدي كتر خيرك، شرفها. وهي
250 ليرة. تفضل. معوضين استاذ. عليك ان شاء الله بكتار. عفوا استاذ. اعطيتني 500 زيادة. عفوا. امين انا استاذ. تلميذك. عن اذنكم استاذ. اهلا وسهلا. علي مروان. الله معك. ابراهيم يا ابراهيم. عمر خانو. افتح لي هذا الباب. زمان عجبتني هالشحاطة، قد ايه بدك تحسبي لي اياها؟ يعني مشانك 250 ليرة. ايه لا هيك كثير. قال كثير قال، الله يصحيك، هي من المحلات ما بتاخديها بأقل من 450 ليرة. طيب اوكي، قيمي لي اياها على جنب. هي القلابية فيني قيسها؟ ايه طبعا فيك تقيسيها، بس بدك تنتظري هيفاء لتطلع من غرفة القياس. ها، انت هون؟ كيفك روعة؟ اهلين هيفاء، شو أخذتي؟ لساتني عم نقي. حلوة الشحاطة، كيف شايفتي لي يا روعة؟ حلوة، لابقتلك كتير. لابقتلي إلي؟ قولي لابقة لرجلي، مو لابقتلك. إيه ستي، شلون قياس الشحاطة؟ لا مزبوطة قياسة تماما، قياس رجلي. إيه سمر، خلينا على حساب معلش؟ إيه تكرم عينك. طيب يلا باي باي. باي. وهلأ صار فيني قياس القلابية؟ طبعا، تفضلي. إيه لك لا لا طول بالك علي شوي. لا عفوا استاذ، شغلتي بسيطه الله يخليك. لحظه يا اخي لحظه، مو لك. تفضل. لك لا يا حبيبي، السياره نظيفه كثير الا بترقص. بعدين مثل ما قلت لك خاليه العلام من برا ومن جوا ومزنره بالصاج على الدائر. لك ايش هو قلبي؟ معقول غشك بعطيك سياره قلبي؟ لا لا شلون؟ ايه موديل 76. حبيبي انت جيب الزبون وبصير الحكي على البازار. ايه طبعا. لك يا اخي ما انا مبتع على الحكي، يعني انا وسيط بين صاحب السياره وبينك. بعدين شو بده يطلع لي يا دوب يسد الرمى؟ معنا لك موديل 76 شبنا. ايه بسيطه. لك اخي اذا ما بدك تشتري اشتري من صاحب الكرت بالذات. ايه على راسي وهو كذلك. وينك؟ اذا صار معك شي خبرني. ايه طيب الله معك. استاذ عفوا يعني تكسرت اجري وانا واقف. معلش يا حبيبي هلا ما لنا فاضيين، الشغل فوق بعضه. اذا بتريد ارجع بكره ومن عيوني بخلص لك شغلتك، بس ادعي لي شغلتي تمشي. ان شاء الله تمشي شغلتك يا استاذ، يعني على قولة نجوى كرم نقطع السطر حبيتك. اخ شو حبيتك. الله يجبر عنكم. ايه ستي عجبوني هدول، لفي لي اياهم وباخر دوام بمرق باخذهم. ايه تكرمي. يلا باي. باي. طولي بالك يا رندا طولي بالك، ليش هيك معصبه؟ ما خربت الدنيا. ايه شو انت اول وحده ما بتشتغل معها السياره؟ لا بس بجوز تكون كابلات البطارية ملحة أو عين من عيونها مضروبة. طبعا. طب أنت فحصتي البطارية شي؟ شفتي شلون؟ ما فحصتي البطارية. طبعا هالأمور هي ممكن تحدث. إيه هذا غلطك، كان لازم تفحصيها قبل ما تركبي السيارة وتفحصي ميتها. لا بس بركي كانت المية منشفة أو ناقصة. إيه لك؟ طب خلص رندا، ولا يهمك حبيبتي، انا رح ادبرها بمعرفتي. اصلا وقفتها السياره قدام البيت والله صايره بلا طعمه. اي والله هي وقلتها. ماشي الحال بنحكي بعدين. اي طبعا اي طبعا طبعا، ولا يهمك حبيبتي، روقنا. ماشي الحال. الله معك، مع السلامه. صباح الخير يا شباب. ليش سأل عني مدير شيء؟ لا سيدي، انت ما حدا سائل عنك. ايه استاذ معلم من اولها، شو في عندك اليوم؟ شو في عندي؟ عندي شغلات بتطير عالم.
عندي مجموعة بارفانات وديودورانات وشامبويات مع بسمات، كلها شغلات ما نزلت على السوق لسه. شيء حلو. والأسعار شلو؟ الأسعار مثل العادة، يعني بسعر الجملة. قوموا معي تفرجوا بالمكتب، ولما بيعجبكم شيء سيدي ما راح نختلف على السعر. قوموا هاي مطره مشان مي مشان الاولاد مشان رياضه، تخلي المي بارده يعني. انا بدي شامبو مع بلسم. ايه تكرم عيني، هاي شامبو مع بلسم. لك لا هذا على درنا، انا اخذت منه المره الماضيه ما بدي. على شو بدك يا لك؟ بدي على بطيخ. اصفر ولا اخضر؟ لا اخضر. يا ستي من حسن حظك موجود، وهي شامبو على بطيخ اخضر وللشعر الجاف، شو رايك فيه؟ ايه هذا ما هو شيء، قديش حقه؟ خلاص هلا اذا عجبك خديه، ما راح نختلف على السعر. ماشي. ايه بس الحساب باخر الشهر. يا ستي باخر الشهر باخر الشهر، يعني انا وياكي موظفين بنفس الدائره، وشي بوشك بقى، وين بدك تهربي مني؟ قولتك. يلا يسلموا الايدين. الله معك. شو شباب عجبكم شيء؟ بصراحه يا معن انا بدي انينة بارفان لمرتي، عيد ميلادها الاسبوع الجاي وبدي اخذ لها هديه محرزه. بدك اياها غاليه شيء؟ لا شو غاليه انت الثانيه، عم اقول لك لمرتي. طيب شوف لي هي تمشي معها؟ قبل ما اشوفها قديش حقها؟ اخي هي لك 500 ليره. لا حبيبي انا مالي هون بنوب، شو 500 ليره؟ ايه انا بحياتي ما دفعت 500 ليره حق انين برفا. لك اخي اسمع مني اسمع مني، هذا النوع عليه عرض خاص، يعني عم بيوزعوا مع كل انينه برفان كيسين معمول، بقى شو بدك احسن من هيك؟ يا حبيبي وصلت والله، قال معمول قال. لك روحي انا طلبت منك انينه برفان تكون ريحتها زخمه وسعرها معقول، وصلى الله وبارك. فهمت عليك اخي، رح راعيك فيها. يعني بقديش؟ حاجتك 150. ايه خلص يا رجل صارت ارخص من الفجل. هات له شو؟ سيب معاه؟ بس ما تكون ريحتها مشايخيه. ها لك شو مشايخيه، شمها شمها. اخي اتفقنا هيك تمام، والمبلغ مقدور عليه، يعني ريحتها ما بشي. صحيح هي بتصطم المناخير وبيجي الواحد ليعطس، بس ماشي الحال حلوه. شم لها شو؟ لا حلوه بس ريحتها كلاسيكيه شوي. لك اخي كلاسيكيه ولا مدير ما مهم، المهم انينه برفان. بس وينك معي؟ وعد جيب سيره قدام مرتي انه حق 150 ليره، واذا صدق وسالتها قول 600. تكرم عينك مو مشكله. اصبح وينك؟ اعطيني كيسين المعمول قبل ما انسى، ودخيل عينك لف لي اياهم هيك لفه هديه. لفه هديه؟ لا مالك سائل بنوب، شرف شرف. تفضل استاذ. لك شو صار معك بهي الجبنات اللي نصيناك عليهم؟ يا استاذ قلت لك ماني نسيانك، الله وكيلك حاسب حسابك، بكره بالكثير بيكونوا عندك. بس بدك تدير بالك ها، صاير اسعارك سياحيه وعم تغلي. لا لا الله يسامحك، انا مغلي الاسعار قسما بالله يا استاذ، اذا بتفتل الدنيا كلها ما بتلاقي بجوده الجبنه هي. بعدين على الدواء خدها ودوقها، اذا ما عجبتك رجعها. لك من هالناحيه انا مطمن بالي، والشهاده لله بضاعتك ظريفه وما حدا بيقدر يحكي عليها. مروان انا بدي قريشه، فيك تامن لي شوي؟ تكرم عينك ولو يا انسه. لا بس ممكن اعرف قديش الكميه بالضبط اللي بدك اياها؟ يعني شكليا. تأمري امر انت، على كل بكره الصبح بيكونوا عندك. ماشي. لك صحيح نسيت شو بدي اقول لك، مر على الديوان شوف استاذ عادل يمكن بده يوصيك على شنجليش ومعكرونه. طيب طيب رايح لعنده فورا. هلا انت بتشتغل سمسار سيارات مو هيك؟ انا بخدمتك استاذ، يعني بيع اجار استئجار تصليح اي شيء بيتعلق بالسيارات انا خدام. عظيم جدا. سيارتي الخاصة بتعرفها أنت مو هيك؟ طبعا بعرفها، وإذا بدك تبيعها أنا بحملها. شلون يعني بتحملها؟ يعني بشتريها منك أستاذ، وبعدين أنا ببيعها لما بيجيها ركيب. آه أيوة فهمت عليك، وأنت طبعا بتربح فيها مو هيك؟ شي بسيط أستاذ، من الجمل إدنه، بدنا ندبر راسنا، لو ضلينا على الراتب منموت. بس بيني وبينك سوق السيارات كل يوم شكل، يعني نحن بحظنا، وإذا مالك مضطر على البيع ممكن اعرض لك اياها بالمكتب، ووقت يجي نصيبه من اردفها. والله يا عادل بصراحه انا محتار، لانه اذا بعتها بخاف ينصرف حقها دغري. طيب شو رايك استاذ ناجرها؟ ليش بتتاجر؟ طبعا بتتاجر، في شيء ما بيتاجر. طيب قديش ممكن تتاجر بالشهر؟ يعني بحدود 8000 ليره. 8000؟ قليل استاذ مو هيك؟ لا لا شو قليل، ممتاز كثير. ايدي بزنارك لاقيلي شي زبون احسن ما لمركوني قدام البيت هي وقلتها. تكرم عينك ولا يهمك، خلص اترك الموضوع علي. السلام عليكم.
تفضل. تحياتي استاذ. اهلين استاذ عاصم، تفضل. يلا. خير استاذ عاصم، شو هو الموضوع المهم اللي بدك تحاكيني فيه؟ الحقيقه يا استاذنا عم تجينا تقارير كثيره من مؤسسه ميزو للتطوير الصناعي، وهالتقارير هي للاسف سيئه جدا. وعن شو عم تحكي هالتقارير؟ المواطنين والمراجعين عم يقولوا انه في نوع من الاستهتار عند الموظفين وبطء بانجاز المعاملات. معظمهم عم يمارس اعمال خاصه اثناء اوقات الدوام الرسمي. كيف يعني اعمال خاصه؟ والله ما بعرف يا سيدي، بس هيك عم تقول التقارير. هلا بتروح فورا بجوله تفتيشيه على ميزو للتطوير الصناعي وبتشوف الوضع ميدانيا وبتردي لي خبر. بس حاول تكون جولتك سريه حتى تشوف كل شيء على الواقع بدون ما حدا يشعر بزيارتك، مفهوم؟ حاضر استاذ، خلال يومين بالكثير بيكون التقرير الكامل عن مؤسسة ميزو على مكتبك. يعطيك العافية. بالإذن. الله معك. لا والله، بدنا نجيب زيت للشباب بالشؤون الإدارية. هي خليك. هي اوعى الزيت. الله معك. شايفة هالقميص ما أحلاه؟ بس أنا عاجبني هذا أكثر. كمان هذا حلو. بس يا ترى بيجي قياسي؟ فوتي قيسي جوا. لا شوفي سمر، أنا رح أقيسه بالمكتب، وإذا عجبني باخده منك. طيب ماشي. بدك شيء؟ لا سلامتك. باي باي. الله معك. أخي سيارة نظيفة وسعرها طريبة، أسمع مني هذا هو طلباتك. أخي ما اختلفنا، بس موديل السيارة قديم كتير. هلا رح تعمل لي قديم وما قديم، حوصة صغيرة وبترجع وكالة. ما بعرف، خلينا نفكر شوي. سيدي فكر على مهلك، شو هالعقيد؟ موري يا أخ. عفوا، في عندي هذا الطلب بدي سجله إذا بتريد. إيه على راسي. شريف خلاص هلا؟ اي خلاص. شكرا. اهلين. يا ابو علي ان شاء الله باش تكون. مرحبا، حدا لازم حفاضات يا جماعه؟ شو القياس اللي عندك؟ من 7 ل 18 كيلو. هات نشوف. يلا. شو اخذتي مني قلتي لي؟ علبتين معجون اسنان وعندي فكره. وهي الفكره منك ما؟ ايه. المشكله ما معي فاطمه. مرحبا معلي، ماك صارت الألف؟ بيستو تاخد 500؟ لا لا، عطيني الفاطة بترجع لها الألف. فاطة شو هي؟ الله يسلم عليك. الله يسلمك. لازمك شي متة يا أبو الشباب. شو عم تقول؟ متة؟ متة أورتينا أصلية بشغل الأرجنتين، في عليهم عرض على كل باكيت متة مصاصة ببلاش، والمصاصة معها كفالة لمدة سنة. لا شكرا، مو لازم نمتى. سامعني؟ طيب، أنا شفت الوضع بنفسي، التقارير اللي جبتنا كلها صحيحة أستاذ. الله وكيلك، ما حسيت حالي بمؤسسة حكومية أبداً، حسيت حالي كأني فايت على سوق الجمعة. لا، المدير العام لسه ما شفته، هلأ رايح فوت لعنده. حاضر أستاذ، مثل ما بتريد. ماشي، بقابله وبحكي معكم. شو بيصير معي بقول لك. نعم طبعا. مع السلامة يا سيدي. مع السلامة. ايه حبيبتي، بدي سكربينة مثل يلي اخذتها روعة بالضبط. تذكرتيها؟ ايه.
لا مو إلي، لبنت خالتي. لون أبيض إذا في. لقياس 40. لا عن جد عم بحكي. لا هي رجلة كبيرة يا خزلعين. هلأ ذكرتي موديل ولا ذكرك فيه؟ لا مو السابو، هذا يلي عليه وردة من قدام. أيوة بس وينك يكون الكعب 7 مو 9؟ لحظة شوي. عفوا أستاذ عرفان موجود؟ تفضل. هيك رأسا فوت لعنده بدون ما تخبريه؟ الأستاذ عرفان بابه مفتوح لكل الناس، شرف. ايه حبيبتي، وبالنسبة للشحاطات بدي شحاطة على الرئيسية. لك مو إلي، لسوسن. ولا يهمك، مهما كانت غالية ما بتفرق. شو أستاذ؟ هاي حلوة العقل؟ لك أنا أقل منها يعني؟ مبروك على العقل أستاذ. يا على عيني وراسي، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، معنا سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. إذا سمحت يا أخ، جيت والله جابك. تفضل تفضل. نعم أمر. ممكن تشهد معنا بالله؟ ما في مانع، بس على شو؟ شرف ارتاح. يا سيدي أنا أجرت سيارتي للأخ 4 شهور، كل شهر ب8000 ليرة، وقبضت منه أجرة أول شهر وأخذ ضمان 25000 ليرة. بقى لو تكرم تشهد لنا هون وتوقع لنا منكم ممنونين. ما في مانع ولو. سهلين. شرف اسمي وديات وهي هويتي واسمي مشان تتاكد. شرف لا ولو يخلي لي اياها. تسلم لي. عفوا اسمك مو غريب علي ابدا. قلت لي ما راي عليك اسمي، ما هيك استاذ؟ عفوا يا ترى ملتقي فيك قبل هلا انا؟ شو ما عرفتني استاذ عرفان؟ لا والله صدقني ما عرفتك. انا المفتش عاصم روح الخل من الهيئة العامة للتفتيش. أهلين وسهلين أستاذ روح الخل. أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا. شرف ارتاح يا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. شرفت. يا أهلا وسهلا. أهلين مولانا. الحقيقة يا أستاذ عرفان أنا عملت جولة تفتيشية عندك بالمؤسسة. بصراحة الوضع اللي شفته غريب كتير. يعني شوية تانية تتحول مؤسستك لمركز تجاري أو لسوبر ماركت. وأنا للأسف راح أكتب بتقريري كل شيء شفته بدون زيادة أو نقصان. عفواً أستاذ، سؤال. حضرتك خلال جولتك شفت شيء موظف عم يسرق أو عم يرتشي لا سمح الله؟ لا أبداً. أصبح أستاذ اكتب يلي بدك إياه، لأنه نحن كمان بدنا نعيش. تاكل قشطة؟ عروة يلا حبيبي تعا عم استناك. الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي، تقول الله إن الفجر لم ينص الله. الأرض بتتكلم عربي. صباح خير تمارا. صباح النور. على شو عم تدور حبيبي؟ على شفرات الحلاقة يلي اشتريتهم مبارح. في شفرات على المغسلة؟ صحيح، بس الشفرات يلي كانوا على المغسلة كسرتهم وكبيتهم بالزبالة. يو ليش كبيتهم؟ شو الظاهر ما عم بينعموا مني؟ بالعكس، هدول 3 شفرات بشفرة واحدة، يعني بيعطوكي أنعم دقن وشعور دائم بالانتعاش، بس أنا كبيتهم لأنه صناعة أمريكية. وشو جبت بداله؟
جبت شفرات بلجيكية لأنه يا تمارا مواقف بلجيكا كانت مشرفة كتير بالنسبة للقضية العربية، بأقل منها نحلق بشفرات بلجيكية. الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي. ها لقيتهم، رح أحلق دقني بالشفرات البلجيكية. يا سيدي نعيما سلفا. يا ستي الله ينعم عليكي، شو عم تشربي؟ شو بدي اشرب يعني؟ قهوة. قهوة شو؟ قهوة أمريكية نسكافيه. الله يصلحك ويهديكي على هالعملة يا تمارا، ما قلتلك لازم تقاطعي البضائع الأمريكية؟ قلتلي بس هذا الظرف عنا من زمان. ولو كان فورا بترحشيه بزبالة وبترجع إلى القهوة التركية. بس أنا مالي متعودة على القهوة التركي. ولك يا حبيبتي يا تمارا ما في شيء اسمه مو متعودة، بدك تتعودي. اشربي أي شيء، عصير، حليب، حليب ندى مثلا. ماشي الحال، رح اشرب هالفنجان وبعدين بقلب على التركي. لا لا شو تشربي هالفنجان؟ ولا بتشربي ولا شفي. وهي الفنجان ما أحلانا والله، عند آخر الزمن عم نشرب قهوة أمريكية، ما أحلانا. يعني فنجان النسكافيه تبعي رح يهز الاقتصاد الأمريكي؟ طبعا لحاله ما بيأثر، بس فنجان فوق فنجان بيجمعوا. وإذا ما سكرت معامل القهوة بأمريكا وقعدوا صحابه يكشوا دبان ويخصوا عجول، ما بيكون اسمي عروة الأصيل. وبكرة بتشوفي الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي. جاي ظلام الليل يبعدنا يوم إنما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. جاي ظلام الليل يبعدنا يوم إنما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. محتاج العدل القوة. أنا شنت العمى شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمارا يا تمارا، تمارا خير شوفي ليش عم تصريح؟ شو جاب معجون هالسنان لهون؟ هذا شذا بنتك جابته. وبنتك شذا بسلامة قدرها، ما عادت تعرف تفرشي سنانها إلا بمعجون أمريكي. قلتلها هالحكي، قال هي متعودة عليه. ولك حاجة بقى تقليلي متعودين؟ فقست بتمكن هالكلمة؟ القائمة اللي عطيتكن ياها لازم تلتزموا فيها بالحرف، وما بدي حدا يخالفها ولا بشكل. بعدين تعي لقلك أنت وبنتك، شبه معجون السنان الوطني؟ شبه؟ هلأ ما عاد يسوى؟ قلت له هالحكي لشذا، بس قال ريحة المعجون الأسنان الوطني مو حلوة. ها مو حلوة؟ يعني ريحة أمريكا أحلى. ولك على القليل هالمعجون هاد في ريحة الوطن، ريحة التراب الوطن، أعشاب الوطن، ولك ريحة عرق عمال الوطن. اتفضلي لكان حتى تنبسطي أنت وبنتك. ها مو متعودة على هالنوع من الشفرات، عم تنتع تنتيع. الله وكيلك عم يتنتف معي شعر تنتيف، صارت دقني مثل جلد الدجاجة المسلوخة. شفت شلون هدنك الشفرات أحسن؟ يعني لو حلقت دقنك فيهم ما كانت تنجرحت. إيه معلش يا ستي خليها تنجرح، ما في مشكلة أبدا. شو يعني نزل لي كم نقطة دم؟ شو قيمة هالكم نقطة دم قدام أنهار الدماء يلي عم تسيل بفلسطين الحبيبة وبالضفة وبجنين وبيت لحم؟ يلا أنا نازل على الشغل، بدك شيء؟ لا سلامتك حبيبي. صحيح شو بدنا نتغدى اليوم؟ والله إذا بدك توفري اعملي معكرونة بلبن. بصراحة أنا اليوم مو جاي على بالي أطبخ، حاسة حالي تعبانة شوي. إيه معلش روحي، شو علي؟ ريحي حالك وأريد الطبخ إن شاء الله. أنا رح أوصيلك على أكل جاهز من السوق ولا يهمك. على شو بتحبي أوصيلك حبيبتي؟ يلي بدك يا يعني شغلة خفيفة، يا ستيك يا همبرجر يا هوت دوغ. لا حبيبتي لا لا هاد ولا هاد، من اليوم ورايح بدك تنسخي لي الستيك
والهامبرجر والهضق من خاموس حياتك، بدك تنسخيهم بالمرة. لكن شو بدنا نتغدى؟ يا ستي رح أوصيلك على حراق بأصبعه، أو كبة لبنية، أو لحمة بالصحن، يعني المهم أكلة هيك تراثية وطنية. مثل ما بدك. وبالنسبة للسلطة شو رح تجيبها؟ ها ها يا ستي رح أجيب لك سلطة أرمنية أو روسية، لأن روسيا من طول عمرها قلبها معنا، وهي يلي وصلتنا لهون، وفي أواصر صداقة متينة بيننا وبينها، بقى مو غلط أبداً إذا أكلنا سلطة روسية. شو علي؟ يلا أنا رح ألبس، بدك شي؟ الله معك. يلا. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. حدا سأل عني شيء؟ لا ابدا استاذ، ما حدا سأل. اصبح وصيلي على فنجان قهوه وسط الله يرضى عليكي. بس قهوه عربيه ها، او تركيش كافي، ما في مانع. تكرم عينك استاذ. شكرا. شامم ريحه معاديه يا نسرين. كيف يعني استاذ؟ بصراحه شامم ريحه برفان امريكي. برفان امريكي؟ ورجيني انينة البرفان اللي عم تستعمليها لو سمحتي. تفضل هاي هي استاذ. يا حيف عليك يا نسرين يا حيف، كل شي توقعته منك الا انك تبخي برفان امريكي على جسمك العربي. لك انت ما عم تشوفي تلفزيون؟ انت ما عم تشوفي شو عم يصير من ارتكابات ظالمة بحق شعبنا بالضفة والقطاع ومناطق السلطة؟ ما عم تلاحظي الانحياز التام بالموقف الامريكي لصالح الاعداء؟ بتعرفي انه بخة هالعطر هي يلي بخيتيها على جسمك ممكن تتحول لبخة رصاص على اطفالنا الابرياء؟ بتعرفي هالشي ولا ما بتعرفي؟ صدقني ما كان خاطر هالشي ببالي استاذ، انا كتير اسفة استاذ. بالحقيقة هي اجتني هدية، والا ما كنت استعملتها. حتى ولو كانت هدية مو لازم تستعمليها منوب، كان لازم تكبيها بالزبالة، لأنه إذا نحن ما استعملنا العطورات والديودورانات والمكياجات الأمريكية فأكيد رح تسكر معامل المكياج بأمريكا يا ستي، وإذا ما سكرت رح تخسر مليارات الدولارات. مزبوط ولا لا؟ أكيد أستاذ. أصبح يلا رجعي على شغلك، ولا بقى تتلقي من أي إنسان أي هدية مشبوهة بيكون أفضل. حاضر. منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. يعني كان ضروري يسفقني كل هالمحاضرة مشان بخة برفان. إيه أستاذ عروة، الدراسة صارت جاهزة. أنا دراسة؟ الدراسة اللي طلبت مني عن تطوير خط الإنتاج. هلأ اتركني من تطوير خط الإنتاج، لاحقين عليه. قلي لشوف منين هالتيشيرت اللي لابسه أنت؟ من البالي أستاذ. وليش عم تشتري أوعيك من البالي بقى؟ الشغلة معروفة أستاذ، لأنه أرخص. يعني بصراحة أنا ما عندي قدرة أني أشتري من السوق جديد، هذا هو الواقع. وما انتبهت أنه مرسوم على التيشيرت علم أمريكي؟ بصراحة أستاذ ما انتبهت. ما بصير يا أخي، ما تنتبه، ما بصير منوب. يعني بهالمنعطف التاريخي الكبير يلي عم تمر فيه أمتنا لازم تنتبه لكل شيء. مو عيب عليك تلبس قميص أمريكي والشارع العربي كله من المحيط إلى الخليج منتفض بوش السياسة الأمريكية؟ لك شو أنت؟ مو جاي من الشارع؟ لك مو من الشارع جاي أنت؟ جاوبني. بلا أستاذ، أنا طول عمري من الشارع. اشلح هالقميص لك، بسرعة اشلحه، لازم تكفر عن غلطتك شو ما كانت النتائج. هلأ بدي اشلحه؟ ايه طبعا هلأ، لكان ايمتى؟ طب وشو بدي البس؟ شو بيعرفني، هاي مشكلتك مو مشكلتي. يلا اشلح عوام. أنا نسرين، اطلبي لي كل الموظفين لاجتماع عاجل بالساحة العامة. المناسبة تعبير عن غضبنا ورفضنا لسياسة القطب الواحد. ايه واتصلي كمان بالمكتب الصحفي، خليه امن تغطية صحفية للحدث،
وبسرعة إذا سمحتي. نعم نعم بدي كل شيء يكون جاهز خلال ساعة بالكثير. الله معك. الموت لأعداء السلام. الله وكيلك يا تمارا، تحول الاجتماع لتظاهرة عنيفة من الغضب والاحتجاج والاستنكار. ايه شو يعني؟ شو اجاكم من هالشغلة؟ لك التانية، قال شو اجانا؟ مرحبا، اهلين. اهلين بابا، شو شايفك لابسة؟ لوين يا مهوين؟ رايحة على الدورة بابا. انو دورة؟ دورة الانجليزي. ليش لساتك مسجلة بالمدرسة الامريكية؟ ايه طبعا، وين بدي سجل لك؟ ما بيصير هالحكي يا شزا، ما بيصير، شو وين عايشة انت بابا؟ المفروض تنسحبي فورا من هالمدرسة المشبوهة، فورا وبدون تردد. طيب ليش؟ شو السبب؟ قال شو السبب قال؟ ولك الشارع العربي كله عم يقاطع البضائع الأمريكية، ونحن مو لازم نكون نشاز بين هالغالبية المتراصة. ما بقول لك لا، بس هي يا بابا لغة مو بضاعة، يعني صعب كتير نقاطعها، خصوصي إنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى بالعالم. أنت عيني، اتعلمي إنجليزي، ما حدا عم يقول لك لا. بس مو ضروري نتعلم بمدارسهم. بس مدارسهم هي الأفضل لتعليم اللغة، يعني بصراحة ما في قدامي غير المدرسة الأمريكية أو المدرسة البريطانية. ولك حبيبتي ما بدنا لا هي ولا هي، لأنه كمان السياسة البريطانية ادنى بالسياسة الأمريكية، هيك قلك يعني؟ طيب افترض أني سحبت من الدورة، وين بدي سجل؟ وين مكان بابا، وين مكان؟ قلت معاهد لغات عنا بالبلد، عندك مثلا دار اللغات الحية والسبع تلسون، عندك دار كيف ترطون. بس هاي المعاهد اللي عم تحكي عنها مو بمستوى المعاهد الأجنبية، بعدين بصراحة جو العام ما بيعجبني. خلصنا بقى عروة، ترك البنت على راحتها، ضروري تحرمها من تعلم اللغة. ومين قالك عم بحرمها؟ أنا ما عم بحرمها، بس لازم تاخد موقف جاد من القضايا الساخنة مثل كل هالشارع العربي. وبالنسبة لموضوع اللغة مو مشكلة، محلولة. ما فهمت عليك بابا، شلون محلولة؟ يعني اتعلم اللغة بلا معهد؟ شو علي؟ وانت يلي قلتي؟ جيبي كتب من المكتبة وتعلمي، مثلا عندك كتاب تعلم الإنجليزية في 5 أيام بدون معلم، وعندك سلاسل تعليمية مهمة كتير مسجلة على أشرطة كاسيت Simplified Specially for Arab Students. بس لا تنسى انه هالسلاسل هي كمان أصلا إنجليزي أو أمريكي. طيب يا ستي، جيبي سيديهات كمبيوتر. كمان سيديهات جاية من هنيك. شو الحكي؟ عم تجي من هني؟ لا هي فعلا مشكلة ما حسبنا حسابها. العمى على الورطة. يعني شلون بدنا نتعلم لغتهم ونقاطعهم بنفس الوقت؟ والله شي بحير. تمارا اهلين عروة، شبك فايت ملهوات؟ هاتي البشارة يا تمارا. خير ان شاء الله. شو في؟ اجت موافقة الفيزا. انو فيزا؟ لك الفيزا تبع امريكا. عروة ما فهمت عليه. بسيطة رح فهمك، لاني بصراحة ما خبرتك من الاول مشان اعملك اياها مفاجأة. يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني من حوالي 8 شهور قدمت لك ورائك على السفارة الأمريكية مع طلب فيزا، وهلا اتصلوا فيني وقالوا لي انهم قبلوا الطلب
وعطوني الفيزا. بألف مبروك يا حبيبتي، صدقيني الدنيا كلياتها مو وسعنتني من الفرحة، صدقيني. بس أنا ما طلبت منك فيزا على أمريكا، ولا بحياتي فكرت سافر على أمريكا، لا قبل 11 سبتمبر ولا بعده. أصلاً شو بدي روح ساوي هوني؟ لا يا تمارا، لا شو هاد، لا تغلطي، أنت لازم تروحي تولدي هنيك بأمريكا. يوه، وليش حتى أولد بأمريكا؟ شو السبب؟ قال شو السبب؟ قال ولك حتى المولود ياخذ الجنسية الأمريكية دغري. وليش حتى ياخذ الجنسية الأمريكية؟ شو؟ لك ليكو الغشيمة ليكو، ولك حدا بيصح له ياخذ الجنسية الأمريكية وبيقول لا تمارا؟ لا، وبما إنه المولود صبي رح نسميه بدال وليد ويليام.